معانا بقى الجزء الثاني من جولة في كريستال عصفور. ده الجزء الثاني، دي كلها حاجات اكسسوارات الحريم، اكسسوارات كلها الحريم بتتحط بتروج في الشعر، بتروج في الشعر. هنا بقى الحلقان، الحلق اهو. الحلق ده ب225 جنيه، وده ب160 جنيه، 226 جنيه. دي كلها حلقان، والحلق ده ب123 جنيه. كل دي حلقان. حاجات بقى يعني ايه، الحلقة ده 438، الحلقة ده 187. حاجات يعني ببلاش يعني والله. ايه رأيكم؟ في حاجات ب95، 159. واللي دي الآن اكسسوارات للحريم. طبعا انتوا بتحبوا الحاجات دي بقى، صح؟ كلها حلقانة اهي. انتوا بس اختاروا وانا هجيب لكم اللي انتوا عايزينه. اختاروا انتوا بس. شوية حلقان بقى ايه طبعا انتوا. بيقول لك الخصومات على الهدايا تصل 50%. الهدايا كلها 50% خصم. كده خلصنا الحلقان. نخش بقى على الخاتم ده. ايه رايكم في الخاتم ده؟ خاتم اهو، هقول لكم سعره متقلقوش. الخاتم ده ب95,269. ايه رايكم؟ رخيص برضه، مش غالي. بصوا يا جماعه النجف اهو، ده بكام ده بقى؟ ده كده حاجة لتقديم بقى، شوكولاتة، ب150,000 بس، 150,000. أباجورة ايه، أباجورة ب2357. أباجورة ب2357. بعدين ما فرق، بعدين ليه؟ بيد التليفون. $20,000. ايه رايكم؟ نجفة وهذه نجفة. هذا مواد فوق قسم النجف اهو. النجفة دي بقى الحاجات الصغيرة دي. الصغيرة دي 7,389 نجف. الصغيرة دي النجف الصغيرة ده أقل حاجة 7,000. دي 8,990 8,990 اكسسوار كمان اهو حبيبي. ميداليات ده كريستال اللي تحت ده في الميدالية. الميدالية ب99 جنيه. الميدالية 99 جنيه. دي ب150 الكبيرة دي. السناسل كل دي سلاسل كله فيه كريستال، يعني مش يعني في سلسله ما فيهاش كريستال، كله فيه كريستال. شمعدانات شمعدان اجيب لكم ساعة دلوقتي. الشمعدانات دي اجيب لكم ساعة دلوقتي. يعني عندنا مثلا الشمعدان ده بكام؟ 2,450. ده ب2,450. ده 2,450. ايه رأيكم؟ حاجات رخيصة اهي. وادي النجف، ادي النجف. الوان الطيف في النجف ازاي؟ الوان الطيف في النجف اهي. كده خلصنا جولتنا واستنونا في جولة جديدة بإذن الله.